دائما صوت غزة وصل لكل العالم، من التنديد، من التظاهرات، من كل الاحتجاجات ضد الكيان الصهيوني. لكن رسالة من أطفال فلسطين يبعث بها أطفال غزة ردا على تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان بيت حانون شمال القطاع. خلينا نشوف الأطفال ايش قالوا. ايش قول؟ صمدين هنا بلاش نطلع. ليش كاش تطلع؟ حرب. الجيش دايما بيضحك علينا. ايش بقول لك؟ بروح ودينا هناك بكشف هناك. طيب. بيضحك علينا. وانت ليش ما رضيتش تطلع من هان؟ كل يوم ينقلنا من مكان لمكان. ايش؟ زقنا. كل يوم ينقلنا من مكان لمكان. في ناس بتموت. في دور بتتدمر. انا في حرب. طيب حرب صامدون هنا. من القتل والترهيب والإبادة والحرق والتعذيب اللي يواجه يعني مواطنين غزة وأطفالهم ونسائهم، نشوف الأطفال بهذا الصوت البريء، هذا الصوت اللي يعني ما نقدر نفرق انه هذا صوت ولد لو بنيه، لان بعدهم اطفال صغار. نحن صامدون. هم يقولون سئمنا من الانتقال من مكان لمكان، لكن هذا الصوت هو اللي راح يهزم الكيان الصهيوني. طبعا هذا ترند وثارت عليه مواقع التواصل الاجتماعي، وايضا رصدنا لكم مشاهدينا اراء وتعليقات وردود افعال من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. واول التعليقات من مها تقول: ما عاد الموت يرعبهم، فالحياة أصبحت أكثر رعبا. هذا أول تعليق. لا، التعليق الثاني مشاهدينا من ورد تقول: احتلال غبي فاشل بعمايله، يصنع من هؤلاء الأطفال جيل قادم بيكون شوكة بحلقة وبيحرروا بلدهم بإذن الله. والله صحيح، أنا وياك، يعني راح يصنع من هؤلاء الأطفال جيش باسل. هذا التعليق الآخر مشاهدينا يقول: سبحان الله، شوف هات الوجوه، والله الشجاعة مرسومة على وجوههم، تمعنوا فقط. أيضا مشاهدينا تعليق آخر: صامدون حتى النصر، غزة العزة صامدة حتى النصر. مشاهدينا أطفال غزة بصوتهم هذا راح يحققون نصرهم ويحققون النصر أيضا لبلدهم.